أجيك بالبيت أدمر وجهك، والله أدمر وجهك. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد ديد ريدمشن 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة ايش راح يصير لو، وفي مقطعنا اليوم راح يكون ايش راح يصير لو آرثر مورغان ما قاوم وما ضارب مايكا بيل الحنش في المهمة الأخيرة من اللعبة. هل مايكا بيل راح يساعد آرثر مورغان؟ هل مايكا بيل راح يقتل آرثر مورغان؟ هل مايكا بيل راح يتساءل وراح يسأل آرثر ليش ما تقاومني وليش ما تضاربني؟ فتعالوا سويا نستكشف هذا الشيء، فيلا نخش في المقطع. طيب خلونا نستذكر نهاية اللعبة سويا. زي ما تعرفون في آخر مهمة لآرثر مورغان، وفيها يروح هو وسيدي آدلر إلى مدينة الفان هورن عشان ينقذون أبيجيل اللي تم خطفها من البينكرتسن. بعدها آرثر مورغان راح يقع في فخ ويحصل ايجنت ميلتون خلفه، وايجنت ميلتون مؤشر بالسلاح على آرثر مورغان، ويدور حوار شيق بين الاثنين، وينتهي الحوار بمعرفة آرثر مورغان انه مايكا بيل هو الجاسوس والفار، وهو الذي كان يعني يخلي العصابة تفشل في جميع مخططاتها. بعد ذلك آرثر وسيدي وآبيجيل راح يقتلون ايجنت ميلتون. بعدها آرثر راح يقول لسيدي انها تروح تاخذ آبيجيل وجاك وتيلي جاكسون الى مكان آمن، وهو آرثر مورغان راح يذهب لمقر العصابة الاخير عشان يرمي قنبلة انه مايكا بيل هو الجاسوس، وهذا اللي راح يصير. She's okay. Not that you care too much about that. You rats. All of you. Seems old Micah was pretty close with Milton. What the hell are you talking about, cowpoke? You talked. That's a goddamn lie. Dutch. Dutch. Think of the future. Milton told me. And you believe him, Black Lung? You believe him? It all makes sense now. No, it damn well doesn't. Dutch, think. Dutch, be practical now. Dutch! John? You left me. You left me to die. My boy, I didn't have a choice. John, I didn't... You! I didn't have a choice. Left me! All of you, you pick your side now because this is over. All them years, Dutch, for this snake. Oh, be quiet, cowpoke. Be quiet. You live in the clouds. No, you be quiet, Mr. Bell, and put down your gun. There's Pinkertons coming fast! Ah! Now! Who amongst you is with me? And who is betraying me? Well, I'm here. Think for yourself. He's lying. He's lying! Put your guns down! God damn it! Move! You ready, John? طبعا بعد هجوم البينكرتسن هذا، الآن على آرثر مورغان وجون مورستن إنهم يهربون من هذه الحياة السيئة وبدأ حياة جديدة بعيدا عن الإجرام. وفعلا كلاهما آرثر وجون كان يريد يعني إنه يبعد عن حياة الإجرام، يعني كلهم كانوا يحاولون بجهد ويعني بطريقة جدا جدا جادة، وفعلا قدروا يهربون من البينكرتسن عن طريق الكهوف الموجودة في المنطقة. وبعد ذلك هذا اللي راح يصير. Abigail's safe.
So's Jack. Where are they? There was Sadie at Copperhead Landing. Thank you, brother. I want you to not look back. Like I said. Come on, Arthur. Let's go. Well, what about the money? Abigail gave me the key. I head down there, I'm dead in 5 minutes. I got a family. That's more important. Maybe you're right, but... You want the money? You head down. I gotta go to my family. I'm coming with you. I'm gonna get you out of this bullshit if it's the last goddamn thing I do. Thank you. Ah, shit! All right, Arthur, come on, let's go. You go. Keep pushing, Arthur. No. No. I think I've pushed all I can. Come on. You go. We ain't got time for this. Not now. We ain't both gonna make it. Go. Now. I'll hold them off. Here. Just take it. That ain't no use to me now. Ain't no more time for talk. Go. Arthur. Go to your family. Arthur! Get the hell out of here and be a goddamn man. You're my brother. I know. I know. Gonna reach that gun. You ain't. You
lost, my sick friend. You lost. Yeah, Marcus. Despite my best efforts to the contrary, it turns out I've won. God damn you. It is over. Now, Arthur. It's over. Oh, Dutch. He's right. زي ما شفتوا هذه هي النهاية الطبيعية. يعني بعد هذه اللقطة داتش راح يجي وراح يدور الحوار الشهير بين داتش ومايكا وآرثر مورغان. بعدها يعني آرثر راح يموت وتنتهي اللعبة. داتش راح يروح في جهة ومايكا راح يروح في جهة وآرثر راح يموت. لكن لو تلاحظون في القتال اللي بين مايكا وآرثر كان في مشادات وضربات مختلفة. يعني في أحد الأوقات يعني راح يكون عندك خيارين, يا أنك تضغط مثلا مربع أو دائرة, يا أنك تعطيه مثلا او انك تبعد عنه. يعني لازم تختار بين الخيارين هذولا. فايش راح يصير لو ما ضغطنا اي شيء؟ اول لقطة ما راح تقاوم فيها مايكا, هذا اللي راح يصير. مشهد غير مسر للناظرين إطلاقا. حرفيا مايكا بيل نزل أبكاس 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 في آرثر مورغان وقاعد يصرخ داي داي داي, يعني موت موت موت. بعد آرثر مورغان يعني راح يموت بطريقة بشعة جدا زي ما تشوفون. أبدا أبدا غير مسر للناظرين ونهاية سيئة جدا. بالنسبة للقطة الثانية هذا اللي راح يصير. زي ما شفتوا أيضا في كلام سري أتوقع أغلبكم ما قد سمعوا. في هذه اللقطة مايكا حنش خنق آرثر مورغان لحد الموت, وبعدها قال ثق بي أنا راح أصيد وأقتل جون مورستن أيضا. يعني تحس في هذه اللقطة آرثر مورغان اتأكد أنه فشل كليا. مايكا بيل قتله, وبعدها مايكا قال لي آرثر انه ترى راح اصيد واقتل جون مورستن ايضا. يعني لا هو استفاد ولا حتى جون مورستن استفاد. صراحة هذه اللقطة ايضا سيئة. بالنسبة للقطة الثالثة هذا اللي راح يصير. صراحة هذه اللقطة أسوأ لقطة وأسوأ ختامية لآرثر مورغان. زي ما شفتوا قال أنا اكتفيت من سماعك تتذمر, بعدها دعس على وجه آرثر مورغان وضربه أكثر من مرة على وجهه وقتله زي ما شفنا. صراحة سيئة جدا. You've lost. زي ما شفتوا أول مرة صراحة لما طالعت في هذه اللقطة حسيت إنه مايكا راح يكسر رقبة آرثر مورغان, لكن اللي سواه مايكا أشنع. مسك رأس آرثر مورغان ودقوا في الأرض دقوا في الأرض دقوا في الأرض عدة مرات وعدة مرات, وآرثر مورغان فارق الحياة من هذا الشيء. أيضا نهاية سيئة جدا. يا أخوان روكستار تعبت على هذه اللعبة بشكل كبير جدا. يعني حرفيا اضطروا يسجلون أصوات ويسوون موشن كابشر للقطات سرية لو ما قاومت مايكا بيل وزي كذا. برافو روكستار. طيب شاركونا في خانة التعليقات إيش أسوأ لقطة يموت فيها آرثر مورغان من الأربع لقطات من وجهة نظركم. بالنسبة لي أنا صراحة الثالثة. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع. لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك لأجيكم أدمر لكم وجيهكم. ها يلا سلام عليكم.